تعرف نفسك. انا محمد خلف الله، مشرف اللجان الشعبيه، مشرف عامين اللجان الشعبيه لتامين الميدان. انا كنت متواجد على بوابه طلعت حرب، بشوف الناس، بدعم البوابات، بريح. طيب على صدرك بطاقه مين دي؟ دي بطاقه لمصر. ما انا عارف اسمه ايه. انت كده واتكلم، اتفضل احكي لي. فكنت متواجد على بوابه طلعت حرب، بغير الناس، بشوف الشفتات وبغير الناس. ففوجئت باتوبيس ماشي ربع نقل وكده، ونزل منه بعض الاشخاص، ما يقل عن 15 واحد. فكان في زحمه جدا على البوابه بتاع طلعت حرب. ضليتوا من البرسام اللي مع الباب ده؟ على بوابه طلعت حرب. بس ففوجئت بالاشخاص دول نازلين ومعاهم سنج وبعض الاسلحه البيضاء، وبداوا ان هم يقتحموا البوابه ويضربوا في الناس اللي هي افراد اللجان الشعبيه اللي هي واقفه لحمايه وتامين البوابه بتاع طلعت حرب. فاصابوا عدد كتير من سواء من الناس اللي هم متواجدين لحمايه البوابه، والناس اللي المعتصمه، والناس اللي هي زايره وداخله من البوابه. المهم جروا مجموعه منهم، فجرينا وراهم، فدخلوا بيت مهجور وطلعوا فوق السطح، اتسلقوا على على المواسير وطلعوا فوق السطح وبداوا يحرجمونا بالطوب. طبعا احنا لا معانا سلم ولا احنا حراميه ولا نعرف ان احنا نطلع زيهم، ان هم طلعوا على المواسير وده هدومهم ماشي. المهم الحمد لله تمكنا ان احنا نطلع فوق السطح، واشتبكنا معاهم في ضرب الطوب، والحمد لله ربنا كرمنا ان احنا نمسك اتنين منهم، اللي هو شريف محسن مقيم 26 اسماعيل ابو جبل مستشفى الجمهوريه السيده زينب، ويعمل نجار مابوليا، والثاني اسلام. طب هم حد حقق معاهم من اللجان الشعبيه؟ لا لسه ما تمش الحقيقه معاهم من اللجان الشعبيه. هم حاليا حضرتك دلوقتي في المستشفى، في المستشفى الميداني بيتم علاجهم. عايزين نعرف بس مين اللي وراه. ما هو ده ان شاء الله بعد ما يتم علاجهم في المستشفى الميداني. مش هيسلموا. انا اعرف ان اتحجج معاهم بمعرفه اللجان الشعبيه، ونعرف ان هم منين ومين اللي باعته وهم ليه عملوا فينا كده وجايين يعملوا ليه وضربونا ضرب الموت بالسنج. شكرا. ده كان ميكروباص جاي. انا اسمي حازم رشاد، كنت واقف على طلعت حرب. ده ميكروباص جاي في شويه بلطجيه معاهم سند، واستدرجوا الناس اللي طلعت حرب وخدوهم وغزوا مننا اتنين، وفي ناس اتعورت. عايزين نعرف لصالح مين كل الكلام ده؟ لصالح مين؟ احنا هنا ثوار محترمين، احنا ثوار محترمين، معانا حريمنا ومعانا رجاله كبيره، واحنا شباب صغيره، واحنا ناس محترمه جدا، ولا احنا بلطجيه ولا احنا محتلين اي حاجه من حد. ودي الكابنات بتاعتنا بيمشي في الميدان، وبنحترم كل واحد في الميدان. بس اللي بيجي يغلط فينا احنا بنعمل له حاجه صغيره. مين اللي بعته وليه وتصالح مين؟ احنا في الاخر مصريين يا جدعان، كلها قضيه واحده. ويا ريت يا ريت اللي يتفرج عليه دلوقتي ما حدش يقول احنا بلطجيه، ما حدش يقول احنا بلطجيه. والله احنا ما بلطجيه ولا تبع احزاب ولا تبع اي حد، احنا شباب بنحافظ على التراب دوت، وعايزين تراب مصر يبقى احسن اي تراب، احسن بلد في العالم كله، تفهم من اي حد. في حضرتك